البحر الأسود والبلطيق، ولذلك نطالب روسيا أن توقف عرقلة حرية الملاحة في هذه المنطقة. كذلك نحن نقول إن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي للبحار يضمن ألا يحدث أي شكل من عرقلة الملاحة. كذلك نحن نعرف أنه منذ 2014 في مارس حدثت هناك سلسلة من الانتهاكات لحرية الملاحة في منطقة بحر البلطيق والبحر الأسود. كذلك نقول إن قوات روسيا قامت بانتهاكات عديدة في شبه جزيرة القرم وانتهكت القانون الدولي. هناك معتقلون مسجونون بشكل غير قانوني ودون إدانات أو اتهامات في شبه جزيرة القرم. كل هذه التطورات والانتهاكات لحقوق الإنسان تمثل اعتداء صارخا على حقوق سكان شبه جزيرة القرم. نحن نريد أن تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي بدأت منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. حاليا هناك انتهاك ممنهج لحقوق الإنسان وحرية العبادة وحرية التعبير وحرية التظاهر. هناك اعتقالات عشوائية وممنهجة في شبه جزيرة القرم. الوضع الإنساني في شبه جزيرة القرم تفاقم، وبما يتناغم مع ميثاق الأمم المتحدة والقرار الذي اعتمد في ديسمبر الماضي، ضروري أن يكون هناك آلية دولية لمراقبة تطبيق حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم، وأن يكون هناك وصول غير مشروط لشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول. الصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان والإعلام يجب أن يكونوا مستقلين ويسمح لهم بالعمل دون إحراج ودون إرباك أو اعتراض. السيد الرئيس الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويجدد دعمه لمواجهة الهجمات السيبرانية التي تستهدف أوكرانيا. نحن نريد الديمقراطية وسيادة القانون واحترام لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. ختاما السيد الرئيس، دعوني أجدد مرة أخرى إيماني الراسخ بأن التوتر والنزاع يجب أن يحل بالدبلوماسية والحوار، وأن هذا الموضوع لا يتعلق بقلق إقليمي وإنما بتهديد عالمي للنظام الدولي، وبما في ذلك تهديد ميثاق الأمم المتحدة وكل أعضاء الأمم المتحدة وكل سكان العالم. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لممثل الاتحاد الأوروبي. أعطي الآن إذن نتابع وإياكم مشاهدينا. تابعنا جزء من الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا. الجدير بالذكر أن غوتيريش حذر الأمين العام للجمعية العامة من أن العالم قد يشهد أزمة لم يراها منذ سنوات عديدة إذا اتسع الصراع في أوكرانيا. بعد هذا الفاصل نلتقي بنشرة جديدة، كونوا معنا. الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية لمقر الكلية الحربية ويجري سيادته حوارا مفتوحا مع طلبة الكلية استعدادا لتنظيم مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ. مدبولي يوجه الوزراء المعنيين بسرعة تنفيذ المشروعات المحددة بالمدينة. غوتيريش يؤكد أن العالم أمام لحظة خطر بسبب الأزمة الأوكرانية، ولودغيا يقول إن العقوبات ضد روسيا ستكون قوية ومؤلمة.